ونتمنى ان المنتخبين او الناس اللي حنديروا فيهم ثقه راح يقدموا الاضافه للمنطقه تاعهم، الاضافه الحقيقيه، وعندهم التزام وقعوه، التزام ميثاق شرف تاع المنتخب في 10 بنود، التزام اتجاه المواطن، التزام اتجاه الحزب المؤسسه، لانه الحزب عنده التزام اتجاه كل صوت، كل صوت حتى ولو ما خرج منه برلماني هو ملتزم بمشاغله وبانشغالاته بكل شيء.